معرفش مين فينا اللي ضحك على التاني واحنا صغيرين لما فضلوا يسألونا السؤال البسيط بتاع الأطفال ده لما يقولوا لنا نفسك تطلع إيه لما تكبر؟ واحنا نجاوب بكل براءة وسذاجة ونقول نفسي أطلع دكتور، مهندس، ضابط أو طيار. الأحلام الكبيرة الواسعة دي بتاعت الطفولة. فهمونا إن الحياة شبه السوبر ماركت، وأنا هكبر هدرس اللي أنا عاوزه وبعدين كمان أتخرج وأشتغل في اللي أنا عاوزه. بمناسبة اللي أنا عاوزه، الناس الكتير اللي نفسهم يطلعوا انفلونسرز او رابرز دول بيذاكروا ايه؟ شغل عالي شغل عالي شغل عالي شغل عالي يا مرحب في شغل عالي، البرنامج اللي بيتكلم عن الشغل وبيئة العمل اللي بتمثل تلت حياتنا بالظبط بطريقة مصرية جداً. بنتعلم من النظريات العالمية وبنفهم الدنيا فيها إيه، لكن كمان بنطبقها على حياتنا وتفاصيلنا إحنا. في كل حلقة من حلقات شغل عالي بنقابل واحد من كبارات الشغلانة وبنكشف 10 كتبات و10 تحديات في حياة الشخص ده. ولأننا بنتكلم النهاردة وعنينا على بكرة، في كل مرة هيكون معانا مستقبل الشغلانة. شغل عالي شغل عالي. الفهلوة بعض الناس بيعتبرها شطارة، ده مفهوم خاطئ تماماً عن الشاطر، ولا يعرف حتى يعني إيه شطارة. قرر البعض لمجرد إن له خبرة في التعامل مع العمال أو الإشراف عليهم إنه يبني عمارات دون الرجوع لمهندس، وعلى الرغم من إن المثل بيقول إدي العيش لخبازه حتى لو هياكل نصه، إلا إن في ناس طمعت في اللقمة وقررت تاخدها. وده يمكن يكون سبب ولو حتى ثانوي في حالة العشوائية المعمارية اللي مصر بتتخلص منها حالياً. لكن خلينا أقولك حاجة مهمة، هو إحنا نقدر فعلاً نستغنى عن المهندس ونخلي الفهلوية تكمل مكانهم؟ قبل ما نرد هحكي لكم حاجة صغيرة. هل تعلم حضرتك إن السفينة تايتانيك كل شخص نيجي من الغرق منها مديون بحياته دي للمهندسين؟ ما تستغربش، للمهندسين مش قبطان السفينة، وهقولك إزاي. عام 1912 غادرت السفينة تايتانيك ميناء ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة متجهة لنيويورك بالولايات المتحدة. السفينة العملاقة اللي كانت شايلة مئات البشر اصطدمت بالجبل الجليدي في نص السكة، وحصلت الكارثة اللي كلنا عارفينها. فجأة السفينة بتغرق والناس بتحاول تلاقي صرفة، وكل واحد بيقول يلا نفسي إلا المهندسين. 30 مهندس كانوا في السفينة قرروا إنهم ما يوقفوا الشغل ويبدأوا في مد السفينة بالفحم علشان حركة السفينة ما تقفش، وبالتالي يدوا فرصة لأكبر كم من الناس تنزل المراكب اللي أنقذت عدد كبير من الأرواح، ويفضل ذكرى المهندسين محفور للأبد في الأذهان من خلال نصب تذكاري في بريطانيا بيخلد قصتهم. تقريباً شعور الناس بأهمية وعظمة المهنة دي خلتنا نطلق على كل واحد معلم في مجاله مهندس. فتسمع كلمة إزايك يا هندسة؟ الله ينور يا هندسة، في إشارة واضحة لإتقان وتفاني منقطع النظير من صاحب المهنة. شغل عالي شغل عالي. زي ما ضحكوا علينا واحنا صغيرين وفرشوا لنا الارض وردي وحسسونا ان الحياه تبدا بعد التخرج، تعالوا لي بقى احكي لكم بعد التخرج بيحصل ايه. دوره حياه الخريج بتبتدي من اول ما يستلم ايه؟ الشهاده. فاكرين اليوم العظيم ده والاحلام الورديه والبنت اللي بتحبها هتروح تخطبها والشغل العظيم هنشتغله والاحلام الكبيره قوي بتاعه الزمان بتصحى وتنتعش في اليوم ده. بعدها على طول يبتدي الخريج بقى، لانه برضو ضحكوا علينا ان احنا هنشتغل وهنتجوز وهنعمل بيت والحاجات ان شاء الله كله يحصل، بس هو ما بتحصلش بسرعه، لازم نتفق على ده. اول حاجه انه بدور على اعلان لوظيفه بتقول مطلوب شباب حديثي التخرج عشان انا حديث التخرج. والحاجة اللطيفة إن إحنا بنتفاجئ في أول انترفيو إن هو عايز حديث التخرج عنده خبرة لا تقل عن 5 سنين. إزاي؟ ما نعرفش، اتصرف. الصدمة بتبقى مزدوجة الحقيقة، مش بس للخريج اللي بيروح يشتغل والشركة بتبقى عايزة مهارات، لكن كمان للشركة اللي بتدور على ناس تشتغل
وبيكتشفوا ان الناس ما عندهمش مهارات. هو يا حرام متوقع انه تعلم حاجه عظيمه جدا هيعرف يشتغل بيها، وهم كمان بيدوروا على حاجات اسمها مهارات الشغل مش لاقيينها في الناس اللي بتتقدم للوظيفه. النتيجه بطبيعه الحال، واسال اي حد عنده شركه او اي حد بيدور على شغل هيقول لك احنا الاثنين محبطين. ناس عندها مؤهلات مش لاقيه شغل، وشركات عندها اماكن مش لاقيه ناس تشتغل. قبل ما نشوف بقى ازمه الواقع دي، خلينا نصدم بعض شويه حاجات وشويه ارقام. عايز اقول لك عزيزي الخريج ان انت للاسف يعني في منك كتير. اقول لك على حاجه كمان تصدمك، انت كخريج في 406 الف طالب سنويا بينافسوك على نفس الوظيفه دي. الحاجه بقى الغريبة واللي لازم نعرفها أنه المنافسة مش بس مع الخريجين اللي من هنا، المنافسة ساعات في بعض الوظائف عالمية، في وظائف مفتوحة لكل الجنسيات ومن أي مكان في العالم. تعرف مثلاً أن كلية التجارة لوحدها في أكتر من 100,000 خريج بيتخرج منها كل سنة، ويبقى الحال على ما هو عليه، خريجين يتخرجوا من الكليات يدوروا على شغل، شركات تدور على خريجين ما تلاقيش ناس تشتغل بسهولة. والنتيجة أن 20% مننا، ودي بحسب الإحصائيات، بيشتغلوا شغلانة غير تخصصهم الأصلي. حد هنا بيشتغل يا جماعة؟ كله بتشتغل في اللي درسته؟ حد بيشتغل في اللي درسه؟ طمنتوني. في 43% من الخريجين على مستوى مصر بيشتغلوا شغلانة ملهاش أي علاقة بمجالهم. عشان بس ما يبقاش كلامنا سلبي، لأن الموضوع ده حاجة تتناقش لكنها مش حاجة تخوف. احنا هنعمل جولة كده مع مجموعة من أصحاب الشركات، ونشوف مجموعة كمان من الناس الخريجين اللي زي حالتنا، لأنه دول بيدوروا على عمالة ودول كمان بيدوروا على ناس تشتغل. إيه اللي سوق العمل عاوزه وإحنا مش عارفينه؟ أكيد في حاجة ناقصة. سوق العمل يا صديقي محتاج حاجات محددة. أولها الشطارة. تخيل إحنا لازم نروح الشغل وإحنا شاطرين. بالمناسبة دي مفاجأة لناس كتير مننا، لأنه ناس كتير فاكرة أنا هروح الشغل أتعلم أعمل إيه. الشغل مش زي المدرسة، الشغل مش هيستناك علشان تحسن مستواك، الشغل عاوز ناس جاهزة. ولو أنا دلوقتي وأنا في الجامعة، لو حد في الجامعة يعني ما كنتش لحقت أجهز للشغل، فاحتمال أن أنا أستنى كام سنة بعد الجامعة لحد ما ألاقي شغل مناسب احتمال كبير قوي، لأنه في الآخر الشغل عايز حد شاطر في حاجة واحدة على الأقل. تاني حاجة سوق العمل اكتشفنا أنه عايزها وإحنا ما كناش نعرف كده، غريبة شوية. غالباً سوق العمل عايز حاجة اسمها الأدب. وانا اسفه يعني احنا مش في حصه ومش في مدرسه، في قاعده بتقول لك انه انت لما بتوظف ناس انت بتوظف ناس بناء على سلوكهم مش بناء على شطارتهم. طبعا الشركات اللي بتشتغل بطريقه مؤسسيه بيقولوا كده وبيكتبوا كده، وي هاير بيبل فور ذير اتيتيود، لانه المهارات بتتعلم، بنشغل الناس عشان سلوكهم مش عشان مهاراتهم. وده ممكن تحسه غريب، لكن غالبا الشخص اللي عنده سلوك كويس فرصه في انه الشغل يستغنى عنه اقل. تخيل انه كتير من قرارات الاستغناء عن ناس مش بتبقى بسبب قله مهاراتهم، لكن بتبقى بسبب سلوكهم. تالت حاجه الشغل عاوزها، الشغل عاوز حلول، مش عايز حد يروح يصدر مشاكل، ولا حد يروح يعمل الانترفيو ويقول للشركه انتوا عندكم مشاكل واحد واثنين وثلاثه، لكن ينفع تروح تقول له انا عندي افكار واحد واثنين وثلاثه. اكتشفنا ان الشغل في مصر وبالمناسبه في كل مكان في العالم عايزك تبقى عندك لغات. اي شغلانه اي شغلانه، تخيلوا اي حد في اي مهنه بيتعلم لغه ثانيه فرصه بتتضاعف في انه يتطور ووضعه يتحسن. في حاجه كمان أعتقد أن سوق العمل محتاجها، الشركة اللي بتعمل انترفيو لواحد بتقول له سؤال معروف كده بتوع الـ HR بيقولوه، عندك إيه تقدمه للشركة؟ بعض الناس بتبقى إجابتهم تقليدية قوي، بيقول له شغلوني أي حاجة. دي أسوأ إجابة ممكن تتقال في انترفيو، لأنه لو عندك بس فكرة، لو عندك رؤية، أو لو أنا شاطر في حاجة زي ما اتفقنا، هي دي الحاجة اللي أنا أقدر أقدمها لسوق العمل. بالمناسبة القاعدة اللي كل الناس اللي سبقونا هيقولوها لنا، الشغل بيجيب شغل،
الفرصة بتجيب فرصة. ولو أي حد فينا إن شاء الله يكون متخرج من 10 سنين جاله شغل ووافق عليه، احتمال أن يجيله شغل تاني بعده أكبر بكتير من حد قاعد مستني حاجة معينة. الشغل كمان اكتشفنا أنه عايز مظهر، وطبعا في ناس بتزعل قوي من الكلمة دي وتقول لك ما هي الدنيا بتاعت مظاهر وإحنا غلابة. إحنا مش بنتكلم خالص على خلقة ربنا لا سمح الله، إحنا بنتكلم عن حاجة اسمها المظهر. كتير من الناس بيبقى فرصهم أحسن بسبب مظهرهم اللائق مش شكلهم الجميل. مظهرك اللي بيبتدي من أول شكل شعرك، ريحة لبسك، هدومك، جزمتك اللي لازم تكون متلمعة مش غالية، مانيكير البنات اللي لازم يكون مش مقشر لأنه بيضرب مصداقية البنات في مقتل أي بنت، صح؟ وافقتي؟ مش أكتر حاجة بتضايقنا. باختصار المظهر حاجة مهمة جدا، واللي فينا بيقول لا دي ناس بتاعت مظاهر غالبا لازم تراجع النقطة دي، لأن احنا بنقصد مظهر لائق بالمكان اللي انت بتشتغل فيه. أخيرا بقى في حاجة نفسي الشركات كمان تساعدنا فيها، نفسنا قوي الشركات ترد على الناس اللي بترفضها. لو اترفضت في انترفيو تحب ان الناس ترد عليك تقول لك اترفضت ليه ولا لا؟ مين يحب؟ طبعا مش كده؟ غالبا المواجهة دي مهمة، وغالبا الشركات بتكسل تعمل الخطوة اللي هتاخد من الشخص المسؤول ده أقل من دقايق، لكن ممكن تفرق في مستقبله المهني بشكل كبير. خد نفسك بقى شوية غالي وارجع عشان نكمل مع بعض شغل عالي. دكتور أحمد شلبي، خلطة متميزة للنجاح على المستوى المهني والعلمي والإنساني. دكتور أحمد أستاذ الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني ورئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر للتنمية العمرانية، صاحب قصة نجاح متوازن وهادئ وثابت بيتنقل بهدوء بين أدواره العملية والأكاديمية وبين خدمة المجتمع، وبيجمع خيوط التحقق بقدرة هائلة على إنه يدرس الخطوة اللي جاية تماماً زي ما بتتخطط أعظم المدن والمشروعات. دكتور أحمد، أولاً مرسي على الاستضافة، مرسي على المكان الحلو والفيو الهائل اللي احنا فيه ده النهاردة. احنا اللي شاكرين، شرفتونا. هبتدي على طول في الموضوع، لأنه لما بتكلم عن المهندس والشغلانة اللي دايماً معروف إنه أصحابها عندهم اعتزاز رهيب بالمهنة، يعني مش كده؟ دي كلهم كده. مهندسين كلهم كده. لكن النجاحات اللي حضرتك بشكل شخصي محققها مبهرة بالنسبة لنا، لأن فيها نموذج نجاحات على كل المستويات، ودي حاجة الحمد لله عايزة ابتدي من عندها. إزاي الشخص اللي يبقى قادر يحقق نجاح في مجال ما ولا يكتفي بمجال ويكمل في مجال تاني وكمان يحقق فيه تقريبا نفس القدر من النجاح، ازاي المعادلة دي بتتظبط؟ يمكن اقولك المعادلة دي بتتظبط، وانا فاكر الحوار ده كان بيني وبين احد تلامذتي معايا هو في الجامعة، وكلمنا في نفس النقطة. المعادلة دي عشان تتظبط لازم كل اللاينز يربطوا ببعض، يعني ما ينفعش، بتكلم لغة هندسية شوية، بس ما ينفعش يبقى فيه خط شغال لوحده. يعني أنا راجل أكاديمي وأستاذ في الجامعة وفي نفس الوقت شغال في التطوير العقاري والتنمية العمرانية، هتلاقي شغلي في الجامعة مرتبط بده. يعني أنا مثلا لما اترقيت أستاذ كنت أستاذ العمارة والتنمية العمرانية، الدكتوراه بتاعتي في تخطيط المدن الجديدة، والتركيز كان على سياسات تنمية المدن الجديدة في مصر. فبالتالي بحاول أخلي المجال الأكاديمي يخدم المجال العملي، والعكس صحيح، الخبرة العملية اللي باخدها تساعدني مع الطلبة ومع زملائي. حاجة برضو اللي حببتني في الريل استيت، يعني أنا في بداية الكارير بتاعي كنت في الكونسلتنسي، بس في آخر مرحلة في الكونسلتنسي بعد يمكن 10 سنين كنت واخد قرار أن أنا لازم أدخل الريل استيت بأي طريقة بالطرق، لأن الريل استيت بيديكي الباور أنك تقدري تحققي جزء كبير من اللي أنت بتفكري فيه. في الكونسلتنسي بنعمل افكار كتير ومشاريع كتير، جزء يتنفذ جزء ما يتنفذ، انما في المجال بتاعنا ده لا، انت بتقدري لو في فيجن وفي رؤيه صح انك تعملي حاجه تاثر على حياه الناس.
فكنت دايما بحاول خلال المسيرة كلها ان الطريقين دايما يبقوا مقابلين بعض ودايما يبقوا بيخدموا بعض. احيانا طبعا باجي على طريق على حساب التاني حسب الظروف وحسب التوقيت، بس في الاخر الانتجريشن ده هو اللي بيساعد الواحد ان يقدر يدي احسن ما عنده في كل اتجاه في الاثنين. إجابة حضرتك بتوديني الحتة مهمة جدا، ان احنا طول عمرنا بنقول انه الجانب الاكاديمي بيبقى ناقصه طول الوقت الخبرة العملية، فكون حضرتك تنقل الخبرة العملية على الارض للاخر للطلبة دي انا متأكدة انها في كافة الطلبة تفيدهم. لكن سؤالي عن بداية التوازن ده، انه ينفع نقول انه الدافع الاساسي ان الواحد يعمل نجاح كبير ممكن يبقى احساسه ان انا عايزه احقق الصوره المثاليه اللي انا بكلم عنها الطلبه دي؟ يعني كان جاي لك المشاعر دي في وقت من الاوقات؟ المشاعر دي موجوده على طول ودافع قوي. يمكن حضرتك فكرتيني بحاجه بسؤالك ده، كم الطاقه الايجابيه اللي الواحد بياخدها لما بيروح يزور مشروع من المشاريع اللي احنا شغالين فيها ويشوف البروجرس اللي حاصل في الكونستراكشن، انت مش متخيله السعاده بتبقى قد ايه. فالطاقة الإيجابية دي هي تحقيق للطموحات والأحلام والرغبة في إن الواحد عايز فعلا التجارب والأفكار تتنقل لواقع. لأن إحنا ميزة شغلانتنا، ويمكن ده سبب برضو من الاعتزاز المهندسين بموضوع المهندس، المهندس بيبني للناس الحياة اللي هم بيعيشوا فيها بكل فئاته بقى، يعني مش شرط يبقى معماري أو مدني أو ميكانيكا، ما كل واحد له دور. أنا بشوف، يمكن طبعاً ده كلام أساتذة كبار، بس أنا بشوف إنه جودة الحياة مرتبطة بنوعية الناس، فهل كمان جودة تخطيط المدن، جودة الشارع اللي بنمشي فيه؟ يعني إحنا التطوير اللي بيحصل في بلدنا جزء منه ليه دعوة بتطوير شكل حياة الناس عامل طبعاً إزاي؟ طبعاً. هو ده فعلاً ليه عائد وتأثير على شكل البني أدمين، ثقافة البني أدمين؟ إيه، أنت عارفة أنت قلتي كلمة، الكلمة دي هي علم كامل جوه التخطيط العمراني، وهي جودة الحياة، quality of life، ولو مبادئ ولو طرق ولو أساليب ولو تفاصيل، يعني ما نفتيش فيها دي. لا، دي حقيقة ليها اللي انت بتقوليه ده حقيقي، ده هدف رئيسي من أهداف الاستدامة ومن أهداف الـ SDGs بتاعت الأمم المتحدة ومن أهداف التطور اللي بنعيشه، أن يبقى فيه جودة حياة. لأن جودة الحياة بتنعكس تماماً على الإنسان. الإنسان لو عايش في بيئة مرتاح فيها، في توازن بين نسبة الفراغات ونسبة المباني، في توازن في المساحات الخضراء اللي بيشوفها، في إحساس بالهيومن سكيل، كل الحاجات دي بتفرق في الراحة النفسية للإنسان. هل جودة الحياة مش لازم تكون مرتبطة بأن أنا بعيش في سكن غالي قوي ومبنغالي؟ يعني الصورة الذهنية اللي متصدرة طبعاً، ده ضد التطوير العقاري للحاجات المشاريع الحلوة قوي اللي احنا عايزين جواها دي، بس أقصد أنه لازم بعيش في فيلا كبيرة، بيت مريح، مساحات خضراء، ولا كمان في التخطيط العمراني ممكن ابقى عايش في حاجه ابسط لكن جيده جدا؟ مش معنى ان الوحده صغيره ان المحيط يبقى سيء، ده المحيط لازم يبقى جميل ولاندسكيب جميل وافكار جميله وفي افكار كتيره جميله مش مكلفه. ايوه، الموضوع مش مرتبط بالتكاليف. الكومباوندز والحاجات دي بيبقى فيها مجال للصرف اكتر ومجال لخدمات اعلى، بس الجمال مش مرتبط بده، الجمال مرتبط بالذوق ومرتبط بالفكر. فسهل جدا في مشاريع، وعلى فكره يمكن ده حاصل في مصر مؤخرا، في المشاريع اللي بتتعمل للاسكان المتوسط والاسكان الاجتماعي ابتدى يبقى فيه نقله، سواء في التفكير في الواجهات، سواء في التفكير في اللاندسكيب، في التفكير في الملاعب. انا بنبسط لما بشوف مشاريع معموله للاسكان الاجتماعي فيها ملاعب وفيها انشطه وفيها اماكن لانشطه. التوازن ده ملوش دعوه بالتكلفه بالظبط، ده لازم يبقى موجود، ده حق أساسي للبني آدم للإنسان. بمناسبة الاستمتاع بالحياة، الناس المشغولة قوي اللي عندهم 7 hats في اليوم، يعني الصبح أستاذ في الجامعة والظهر في الشركة وبالليل أب لأبناء، بتعرف تستمتع بحياتك بشكل شخصي ولا الإنجاز أحيانا بيعطل ده؟ يعني بصي، أنا وإحنا واخدين حبوب صراحة جوا الدرينك ده، يعني أنا طبعا بحب شغلي جدا وبستمتع بشغلي، ودي الحمد لله نعمة كبيرة جدا من ربنا ان انا اكون مستمتع بالحاجة اللي بعملها. لا، وكمان مستمتع بفريق العمل اللي معايا، وده سبب جزء من اسباب المتعة، مش بس الشغل اللي بنعمله، لا الفريق، الاسرة
الاكبر اللي انا اسره الشركه اللي انا بنتمي لها سعيد معاهم، اسره الجامعه سعيد معاهم جدا، بس انا دايما بحاول اعمل التوازن ده. الواحد متعته الحقيقيه طبعا بتبقى مع اسرته ومع اولاده، انا عندي بنوتين، فالبنات انت عارفه البنات طبعا جميله، فانا قعدتي مع البنات ومع زوجتي ده موضوع تاني، فرصه اننا نسافر مع بعض، الحاجات دي انا بستمتع بيها جدا. بحاول اعمل البالانس. انا تقريبا طول الاسبوع شغل، والويك اند ويك اند، يعني الويك اند بيديله حقه وببعد عن اي ارتباطات تعطلني في الويك اند. ويمكن دي كانت في المينتاليتي، اكتشفت بقى انها كانت في المينتاليتي بتاعتي من وانا صغير، من وانا طفل. انا كنت ايام الدراسه يعني بذاكر بطريقه عنيفه جدا، يجي الخميس بلعب بطريقه عنيفه جدا، يجي الصيف بلعب بطريقه عنيفه جدا. بس ده مهم للتوازن النفسي كمان. دكتور احمد قال جمله مش عايزه اعديها، مش عايزاها تروح مني، انه فكره اني بستمتع بكل حاجه. بعض الناس تتعامل مع الشغل على انه سجن، ولاننا احنا بنفتش كده في الشغل وعقليه الناس في الشغل، الشخص اللي متعامل مع الشغل على انه حبسه الست ساعات بتوع الشغل، شويه الوقت اللي بعمله بعذاب، خصوصا مش كده، بس لو هو كمان يا دكتور مش صاحب رؤيه، هو انا موظف تمام، انا مش صاحب عمل تمام، اظبطها ازاي واغير البرسبشن او اغير واقع الشغل عليه؟ هو طبعا بصي ده اكيد برضو للاسف يعني بيبقى المؤسسه نفسها ليها دور فيه، لازم المؤسسة يبقى ليها دور في انها بتنشر ثقافة الاستمتاع بالعمل. وعلى فكرة احيانا ان الواحد يبقى يعني دوره له حدود اول واخر بتبقى متعة، بتبقى راحة نفسية. ما هو مع كل المسؤوليات لما بتزيد والمهام تزيد والمناصب تكبر بيجي معاها دماغ ما بتبطلش تفكير، احيانا الواحد هو نايم بتقومها ازاي دي يا دكتور؟ اولا الرؤيه هي رؤيه مشتركه لفريق عمل، يعني ممكن انا يبقى عندي رؤيه معينه او فكره معينه لازم اطرحها على الفريق، المجموعه الكبيره اللي معايا نناقشها، ممكن نغيرها، ممكن نعدلها، ممكن نطلع حد يطلع بحاجه تانية اقوى. انا موضوع العمل الجماعي والشغل المشترك اساسا، يعني عايز اقول لك يمكن حاجه تبقى هي في حاجه مش سر وحاجه سر. لا قولي السر الاول. لا قولي اللي مش سر الاول عشان اتنين مربوطين ببعض. اللي مش سر ان انا ده يعني انا بعمل اي فاينل انترفيو في الشركه لاي وظيفه. وما بعملوش عشان اقبل الشخص اللي هينضم لنا او ارفضه، لا هو بيبقى خلاص المدير بتاعه قبله وهو هيتعين. انا بعمله عشان اوصيه بحاجتين واشوفه نتعرف على بعض. بوصيه بالتيم ورك، ان احنا اساسنا العمل الجماعي. حلو. العمل الجماعي ده هو اساس نجاح اي عمل نقدر نعمله، بعرفه ان ده بالنسبه لنا خط احمر لو حد تجاوزه مش هنقدر نتعامل معاه. وبوصيه بحته تانية ليها علاقه بشغلنا اللي هي الابداع والانوفيشن. حلو. السر بقى ان موضوع العمل الجماعي ده بيشيل عني عبء نفسي انا شخصيا رهيب. انا ما بحاولش اخد قرارات فرديه، في الاخر لازم كمسؤول عن مؤسسه ان انا اخد قرارات. بس القرارات دي لما بتيجي جماعيه بكل المسؤولين الكبار اللي معايا في الشركه، خلاص انا ببقى مطمن ان كل زوايا القرار اتغطت ومتشافه، وان القرارات تبقى مبنيه على معلومات. فالقرار هنا احيانا انا ببقى شايف القرار من وجهه نظر واحده، القرار هنا بيبقى قرار جماعي. وهرجع اقول لك تاني دي ميزه المهندسين بقى اللي هي ايه بقى عشان ما احرمكيش من الميزه، المايند سيت. الهندسه هي بتعمل حاجه في طريقه التفكير اللي حضرتك بتقوله، وكانك بتنسف مسلمات في الاداره. انا مبسوطه لانه من ضمن المسلمات انه انا بعمل كل حاجه والناس بتفتخر بده، وانا يعني شايل الشركه على كتافي. احنا بنشتغل تيم، هننجح كلنا هنفشل كلنا. لو انت كمدير عندك حد في التيم مش كويس ما يكملش. انما ما تقعدش حد وتديله 50%، This is not acceptable. معناها انه قاعد واقل كفاءة فاحنا لا، احنا كلنا زي بعض، كلنا ناخد نفس الزيادة السنوية، كلنا ناخد نفس البونس. ممكن بقى حد متميز قوي ترقيته تبقى اسرع، امتياز في تريننج، نعمله كارير ديفلوبمنت، حاجات كده. حلو. احنا بنشتغل عمل جماعي. دايما الناس بتغريها حاجتين، النجاح مغري قوي
طبعا. والنجاح المرتبط بفلوس مغري اكتر، فالناس طبعا عايزه تنجح وعايزين يبقوا مشهورين وعايزين يبقى معانا فلوس. احكي لي اشمعنى اللي جنبي ما نجحش؟ انا مش بقارن بس انا بقول ما في ناس كتير بتبتدي حاجات وما بتكملش ما بتنجحش، ايه العوامل اللي بتساعد المؤسسات الناشئه انها تنجح؟ خبرات مهمه قوي. يمكن انا ابتديت الشركه دي وانا كان عندي 43 سنه. مش عايزه كنت اقول السن بس مبسوطه انك قلت، عارف لا ليه؟ لانه الناس بتتخرج من الجامعه بتبتدي شركات. ما هنا بقى النقطه. في تجارب عالميه كتير، ناس نجحت واحسن من ناس كتير وعملوا مليارات وبقوا في قائمه اغنى اغنياء العالم، وانا عايزه ابقى زيهم، لازم ابقى زيهم، كلنا عايزين نبقى زيهم. بس الحالات دي حالات قليله مبنيه على فكره مختلفه خالص غيرت المجال بتاعها وظروف تخصهم كل حاجه او تخص كل حاجه. الطبيعي ايه؟ الطبيعي ان انا اخد خبراتي قبل ما افكر اعمل بيزنس خاص. البيزنس خاص ده تحدي وعمل قوي جدا ومسؤوليه كبيره. انا دايما عندي نصيحه في الحته دي بحب اقولها لما حد بيسالني من الشباب. انا وجهه نظري ان فتره العشرينات دي فتره التجربه والخطا. يعني انا متخرج من الجامعه ممكن ابقى لسه مش عارف انا هحب ايه. لازم اجرب كارير مختلف وفيلز مختلفه، شويه هنا وشويه هنا، حتى كمهندسين بناء على التجربه والخبرات اللي انا باخدها في فتره العشرينات ببتدي احدد انا عايز اكمل في انهي مجال. فتره الثلاثينات هي فتره بناء الخبره في هذا المجال. انا خلاص انا اخترته، انا اخترت وعرفت انا عايز ابقى ايه، اركز بقى ان انا اروح اشتغل في احسن حته في الكلام ده. ومش مهم الفلوس، اشتغل مع احسن ناس في الحته دي، اتعلم الحته دي كويس قوي في فتره الثلاثينات. في الاربعينات انا مؤهل بقى لحاجه من الاثنين، يا خلاص همسك بوزيشن كبير بناء على الخبرات اللي خدتها بالزبط، فهاخد فلوس كتير وابقى مرتاح وابقى مبسوط، او هقدر اعمل الشركه بتاعتي. والنصيحه الثانيه كمان ان وانت بتبتدي شركه ابتديها وانت لسه في شغلك المنتظم. وخليك سكيور، الفاينانشال سكيورتي دي مهمه جدا. لغايه ما تبتدي الفكره تتبلور وخلاص تحس انك واقف على قدم ثابته، خلاص ابتدي انفصل واعمل الشغل. لازم بقى قبل ما نختم نسالك شويه اسئله الكلاسيكيات بتاعت شغل عادي. احنا بنسال جمل سريعه وعايزين تعريف حضرتك. ده اصعب سؤال بتاع الجمل السريعه، بحب احكي كده. ما لا خلاص احنا دلوقتي كبسولات او نصايح قبل الامتحان. تعريف النجاح في جملة. النجاح في الرضا. فلو انا راضي ومستمتع باللي انا بعمله انا ناجح. ده اهم حاجة في الحياة. العلاقات. العلاقات مهمة جدا. الحفاظ على العلاقات والتوازن في العلاقات مهم جدا. البنى في العلاقات بنظرية الوين وين او ان الطرفين يطلعوا كسبانين، ده مهم جدا. العيلة. يعني الأسرة هي كل شيء في الآخر، كل واحد فينا بيعمل كل حاجة بيعملها وقدام عينيه أسرته. بس أنا بحب أضيف كمان أسرة تطوير مصر، الأسرة الأكبر. دايما أنا بقول كده، بعتبر إن إحنا أسرة. تعريف الفشل. لا الفشل يعني أنا بعتبره خطوة من خطوات النجاح. ما أنا لازم أفشل ولازم أمر بمشاكل ولازم أتعلم منها. بس هنا بقى المهم، أنا هتقبل الفشل إزاي؟ أوكي. هاخده ازاي؟ انا اذا ما فشلتش في حياتي واذا ما مرتش بتجارب فاشله، وعلى فكره في تجارب ممكن تبقى ناجحه وتفشل. وارد، لازم اتعلم منها، وانا شخصيا مريت بهذه التجارب في حياتي وتعلمت منها، واللي اتعلمته منها ده ساعدني جدا واحنا بنبتدي تطوير مصر واحنا بنبتدي الشركه. فالفشل ده خطوه في طريق النجاح. انا بشكرك، انا النهارده علق في ذهني حاجات كتير، متاكده ان ناس كتير هتنبسط قوي. فتحتي مواضيع كتيره معايا عمري ما اتكلمت فيها. لا احنا بنشكرك لانه حضرتك نموذج من الناس اللي بتعمل حقيقي في كل اللي بتشتغل فيه شغل عالي. شكرا. الهندسه بالذات مفيش شغلانه الا والمهندس ليه تأثير عليها، المهندس ليه لمسة في كل تخصص حوالينا. وطبعا بعيدا عن أن المهندسين متواضعين جدا وبيشوفوا نفسهم ناس عاديين كده زينا، بس الحقيقة أن هما فعلا طريقة تفكيرهم أو يمكن طريقة دراستهم بتخلي طريقة تفكيرهم مختلفة. خلينا نقول أنه المهندس ده شخص حياته طول الوقت بتدور في مفردات شبه الجودة، التكلفة،
الوقت والمدى الزمني، السلامة. حياته كلها شبه ما قال كده تيودور فون كامن لما قال العلماء يدرسون العالم بينما المهندسون يخلقون عالما لم يكن موجود. مش قلت لكم يعني هم دايما بيتكلموا عن نفسهم بعظمة. ولأننا عايزين المهندسين ينزلوا على الأرض معنا شوية، فهشارككم دلوقتي بأشهر 10 كتبات بيكتبها بعض المهندسين المدني. ما صدقش أبدا المهندس المدني لو قالك إنه الشغل كله تمام وإنه مطابق للمواصفات، لأن مطابق للمواصفات دي تعتمد على دي مواصفاتكم ولا مواصفاتنا، الله أعلم. الكتبة الثانية إنه لو هو قالك إنه متأخر يبقى هو مش بيكذب عليك، لكن لو قالك انت في الامان وهتستلم في الميعاد اعرف ان في قلق، مش طبيعي الكلام ده. الكتبه الثالثه عنوانها يا عزيزي كلنا خسرانين، دايما دايما المهندس المدني شايف ان الشغلانه دي خسرانه مش جايبه همها. الكتبه الرابعه اللي بيكتبها المهندس انه لو وقتك يعني مش بيسمح انك تتابع معاه الشغل بنفسك، وطبيعي احنا مش فاهمين حتى في شغله، يبقى ضروري ضروري هتسمع انه المهندس بيقول لك ما تقلقش أنا متابع كل التفاصيل، كله تحت السيطرة. الكتبة الخامسة لما يقول لك أنا عطلان، عطلان بقى لأني مستني حديد، لأني مستني أي حاجة أياً كان، هو هيرمي اللوم على شخص تاني وهيقول لك إنه أصل العطلة في حتة تانية. تسأل هي إيه الحتة تانية؟ مش ممكن هتعرف. الكتبة السادسة بقى دي للي متجوزة مهندس مدني، عايزة تعرف بيكذب عليه ولا لا، هتعمل له اختبار كشف الكذب وتشوف هيكذب ولا لا. هتقول له ايه علاقتك بالاستشاري؟ لو قالك العلاقة تمام وكل حاجة جميلة وهو راجل كويس، اعرفي انه محترف وبيكذب عليكي واكيد في حاجة مستخبية انت ما تعرفيهاش. الكتبة السابعة لو تقدم لبنتك مهندس مدني تحديدا لازم تشوف ردود افعاله تحت الضغط. الكتبة التامنة ما تصدقش بقى لو قالك ان لونه ما كانش كده قبل الموقع. الكتبة التاسعة ما تصدقش انه بيعتز قوي بكلمة باشمهندس، لانه يا حرام كان معتز بيها بس قبل ما يشتغل في الموقع، لانه بعد ما اشتغل في الموقع اكتشف انه كل الناس بيتقال عليهم باشمهندس. الكتبة العاشرة انه لو كذب وقالك انه ما بيفكرش يسيب الشغلانة دي حتى لو هيقعد في البيت، لانه في الغالب بيفكر في الموضوع ده كل يوم اول ما بيدخل الموقع وكل يوم هو خارج من الموقع. في الحقيقة كلنا شغلنا فيه ضغط يخلينا أحياناً نقول حاجات غير الحقيقة. تعالوا بقى بعد دقايق نرجع نشوف إيه هو الضغط اللي بيتحط فيه المهندس المدني وإيه التحديات، أشهر 10 تحديات في حياة المهندس المدني. خدت بالي من حاجة ويعني كنت بفكر فيها، عمرك شفت ست مهندس مدني؟ عمركم شفتوا كده؟ بجد؟ قليل قوي ما فعلا؟ مهنة صعبة قوي قوي. تعالوا نشوف تحديات المهندس الراجل أو الست المحترمة دي اللي كل الناس بيقولوا يا باشمهندس، الباشمهندس جه والباشمهندس راح. الهندسة مهنة الرحالة، هو كل يوم في مكان، مستحيل يبقى ليه مكان ثابت، هو شغله مرتبط بمشروع اشتغل فيه كام شهر أو سنة مثلا، خلص المشروع هو هيروح مشروع تاني، وممكن قوي النهاردة يبقى في القاهرة، بكرة يبقى في العلمين، بعده يبقى في الغردقة. حياته غالبا تتنقل ما بين الإيجار الجديد والإيجار الأجدد منه. التحدي التاني في حياة المهندس إنك يا حرام لو عايزه يعيط مثلا قول له إن أنت بتشتغل من الساعة 9 للساعة 5، هتأثر قوي في نفسيته. المهندس ما يعرفش يعني إيه مواعيد العمل الرسمية، هو بيمشي لما يقع، لما يتعب، لما يخلص. التحدي التالت لو عايز بقى يعني تكمل عليه وتثير كل انواع الحقد ناحيتك انه هتقول له هتروح فين في اي اجازه رسميه. احنا في الاجازات عادي بنخطط هنسافر هنعمل حاجه، لكن المهندس غالبا في الاجازه يبقى عنده اصابه، مصيبه حصلت في الموقع لازم يبيت هناك، دي حياه المهندس. التحدي الرابع والمهندسين بقى عارفين وبينهم وبين بعض كده انه المهندس هو المثل الحي لكلمه سبع صنايع، واحنا نتمنى ان البخت ما يبقاش ضايع، بس هو مطلوب منه فعلا انه يبقى عنده سبع صنايع، يبقى بيفهم في كل حاجه وطول الوقت يجاوب على كل اسئله الناس اللي في الموقع. التحدي الخامس ان الراجل اللطيف ده مطلوب منه يكون بيفهم
وبشكل محترف جدا، يعني انه بيتعامل مع كل الطبقات من اول صاحب المشروع لحد العامل في المشروع والنجار وزمايله المهندسين، كل انواع وطبقات البشر. طبعا انتوا متخيلين كل واحد بلغته وكل واحد بطريقته. الاصعب انه لازم يروح بالليل للبيت لمراته ويقول لها انه I miss you، وحشتيني، بحبك، والكلام اللطيف الرقيق ده. التحدي السادس، تحدي بقى انه لما برضو يرجع للحياه الطبيعيه بتاعه البني ادمين العاديين، يرجع بقى يبقى زينا ويقلب الشاي بالمعلقه، ما يدورش على حته خشبه او ورقه قديمه يقلب بيها الشاي. التحدي السابع انه يسجل الناس على موبايله باسمائها الطبيعيه، لان هو في العادي مسجل الناس كده، سيد صبه، علي وينش، محمد كهربا، دي الاسماء اللي على موبايله. فانه لو سجل حد اسمه محمد ابراهيم عمره ما هيعرف مين محمد ابراهيم، مش هتركب مع المهندس. التحدي الثامن انه ينام برضو زي البني ادمين الطبيعيين على سريره، في الغالب المهندس بينام في اتوبيس الشغل. التحدي التاسع انه يا حرام وهو بيقبض العامل او الصنايعي اللي معاه، هو بيفتكر انه غالبا هو بيقبض الناس دي اكتر من مرتبه هو شخصيا، فانه يتقدر ماديا ده تحدي احنا بندعي لهم كلهم فيه. التحدي العاشر وهو غالبا التحدي الاصعب، انه بعد كل التعب والشقى في كل موقع، وهو بيبتدي في المكان ده تقريبا من الصفر، المهندس بيروح الموقع وهو رمل وبيمشي منه وهو اجمل مكان ممكن تشوفه عينك، لانه بيبقى فيه اجمل صوره. تحدي بقى انه يتقال له بقى خلاص لحظه الوداع، ويتخيل انه هيبتدي كل ده مره تانية. المهندس غالبا بينطبق عليه المثل بتاعه البنا عاش يبني في قصور ولا عمره ليله بات فيها. كل التحيه لكل المهندسين المدني اللي نعرفهم في حياتنا. خد نفسك بقى شويه غالي وارجع نكمل شغل عالي. محمود الصابونجي الرئيس التنفيذي لمنصة بيوت، أسس منصة بيوت رينتال بايمنت لخدمات إدارة الممتلكات وتحصيل الإيجارات إلكترونياً، خبرة على مدار 20 عاماً في مجال العقارات والإسكان. محمود منورنا. الله يخليك، شكرا، ميرسي، ميرسي جدا. احنا النهارده بقالنا طول الحلقه بنتكلم عن المهندس المدني وعارفين مشاكله وتحدياته. صحيح. بس انا عايز اسالك بقى، انتوا عملتوا ايه في سوق العقارات خليتوها تكنولوجايزد كده؟ يعني التكنولوجيا عملت ايه في سوق العقارات تحديدا؟ خليني اقول لحضرتك ان احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نطور في الـ في الـ في نعمل التحول، نساعد في جزئيه التحول الرقمي، وتحول صناعة العقارات إن هي تبقى سهلة على اللي بيبيع واللي بيشتري واللي بيأجر واللي بيحصل مدفوعاته واللي عايز يدفع، وكل حاجة تبقى في منصة وفي حتة واحدة. يعني احنا في بيوت دلوقتي بنحاول ان احنا عملنا عندنا مايلستون شغالين بيه، طلعنا جزء له علاقه بالبحث عن العقارات من خلال الخريطه او من خلال الليست نفسها، الناس تدور على اللي هي عايزاه، عاملينه از فريميوم موديل بالمناسبه، يعني الناس تقدر تخش بكل سهوله، بتسجل على الويب سايت او بتنزل الابلكيشن وتقدر ان هي تشوف تحط الحاجه بتاعتها والناس تشوفها من الناحيه الثانيه بشكل فري جدا. طيب ما انا عايز اسالك عن الحته دي ليه؟ لانه احنا عارفين مواقع تعتبر سمسار الكتروني. صحيح. اللي هو حد بيعرض عقار وحد بيدور وبيقابلوا بعض، لكن بيرجعوا تاني للواقع على الارض وندفع فلوس ونتقابل وكده. صحيح. حضرتك بتقول ان احنا قفلنا الدايره الحته دي، حتى المدفوعات تبقى الكترونيه. بالظبط بالظبط. بمعنى دلوقتي احنا بنبدا نعمل حاجه المفروض ان احنا دي اخر حاجه، يعني دي الطبيعي جدا موضوع السمسار الالكتروني. أوكي. ده موجود، لكن مش موجود ان انا النهارده كراجل بشتري شقه او بدفع قسط شقه او باجر شقه ان انا اشتغل بالشكل المانيوال. العالم كله بيتطور واحنا لسه قاعدين، فذات واي ان احنا بدانا ان احنا عملنا ده. الناس تقدر تدفع السيستم اللي هيعمل، مش
احنا بالمناسبه. أيوة. يعني مش احنا، هو السيستم اوتوماتيكلي بيجنريت كل حاجه بالتفاصيل وبيدفع الناس تقدر تخش تدفع القسط، تدفع الايجار، تدفع الصيانه، تدفع كل حاجه اوتوماتيكلي. ويمكن كمان السيستم كمان بيخصم ده اوتوماتيكلي او كل شهر او على ميعاد الاستحقاق بتاعه. الا تفضل يعني الموضوع الشيكات البنكيه. لا 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 لا. والحاجات لا لا اللي بنقعد نستنى. لا لا لا، حجم صاحبه شركه عقارات وعندك تحصيلات اقساط، اوتوماتيكلي سيستم بنسيت الكلام ده اول مره، وبعد كده السيستم بيجنريت كل حاجه والناس بتدفع كل حاجه مره واحده، يعني كل مره في ميعادها. السيستم بيعمل ريمايندر، يعمل تراكنج، كل حاجه هاسل فري، مفيش اي حاجه لها علاقه بالمانيوال او البشر بيتدخل. ايفن كمان السيستم اوتوماتيكلي بيحول الكلام ده في حساب الشركه في البنك او لحساب المالك العقار. فبالتالي والكلام ده بالمناسبه احنا دلوقتي بنعمل حاجه ان هي تبقى كل مدفوعات الوحده العقاريه من صيانه، من التزامات شهريه، البيلنج بتاعه الفواتير، الكهرباء، الميه، الغاز، انسون، كل الحاجات اللي موجوده اللي هي موجوده متوزعه في حتت كتير. استنى بقى، استنى كده، قلت لي حته خطا. كل المدفوعات، وده معناه انه لازم الحكومه تبقى صحيح. حاضره بقوه في السيستم ده او في النظام. يعني طبعا طبعا، انا خليني اقول لك الحكومه ليها دور. لا اقول لك حاجه، بصي احنا 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 كبيوت احنا حاليا يمكن في اخر حاجه في حاضنه اعمال تبع البنك المركزي. طبعا مشكورين جدا هم، يعني مجهودات من عندهم. احنا دخلنا حضنه رواد اعمال رواد النيل حضنه الاعمال، وهم بصراحه بفضلهم وجود البنك المركزي قدر يساعد معانا حته من حته صعبه جدا، انك انت تنتجريتي مع البنك وانك انت تخلصي تنسق مع البنك وتخلص كل الاجراءات. فالموضوع ده كبير، مش صغير. حضنه اعمال اسمها رواد النيل. رواد النيل، رواد النيل دي تابعه للبنك المركزي. بالمناسبه انا كل ضيف بيشرفنا هنا في شغل عالي بيقول لي حاجة بتفرحني، بتحسسني انه بلدنا حاضرة جداً في التكنولوجيا. جداً جداً. احنا ما كناش فاكرين كده. لا الحقيقة. فاحكي لنا ايه اللي حاصل؟ ايه فكرة حاضنات الاعمال اللي بتسمح انها تسمع وتستقبل المشاريع وانها زي ما انت قلت تساعد كمان في باقي المشوار؟ الحقيقه لا، احنا دلوقتي متقدمين جدا في الحته دي، ومصر بقى لها دور كويس جدا في الموضوع ده بالمناسبه. يمكن الناس ممكن ما عندهاش الاويرنس بالجزء ده، لكن لا احنا موجودين على الارض بشكل قوي جدا. الحكومه بتساعد قوي في الحته بتاعه رياده الاعمال، وبتقصي حاجات كتيره جدا ان تساعد الشباب وتساعد الشركات الناشئه ان هي تخش حاضنات، تعلمهم ازاي. اكيد اي حد فينا محتاج تيم كبير، محتاج عنده شورتج، عنده نواقص كتيره. الحضانات دي بتفرمط الدماغ وبتعلم حاجات كتيره جدا. احنا يعني بتكات شورت على الواحد مسافات طويله جدا. يعني انا ممكن اتعلمه في حضانات بتاثر الطريق على جداً شركات جداً. ممكن تتعب وتحبط بالزبط. وما تكملش بالظبط بالظبط. ودي وهم بيبقى لهم دور كبير جدا ان هم بيعينوا. يفضل مع الشركه لحد امتى؟ هم لما بيلاقوا حد كويس وشغال هم بيحاولوا يكملوا معاه حتى بعد الفتره ما بتخلص. يعني حتى لو الفتره خلصت الحقيقه هم مش بيسيبوا، لا بيكملوا ممكن سنه اتنين يفضلوا معاك طول ما انت طالع من عندهم. انت ده فخر ليهم. نجاحك نجاحهم بالظبط كده. والحقيقه كمان خليني اقول لك ان الدوله كمان دلوقتي اللي حصل في الفتره اللي فاتت احنا متقدمين جدا في الموضوع ده. ليه؟ احنا نكون سبقنا بعض الدول بره، عندنا عملنا حاجات لسه هم ما عملوهاش. على سبيل المثال ايجيبت هيلث باسبورت ده ابلكيشن الدوله عاملاه بتاع وزاره الصحه. طبعا ده مش موجود ابدا في دول كتير جدا ما عملتوش. بدل ما هو يبقى معاه معاه الكارت بتاع الصحه، لا خلاص انت ممكن تخش بتسجل بيبقى عندك الابلكيشن بتنزل عليه. يعني احنا عملناها السيرتيفيكت ده موجود في اماكن كتير. انا عارفه انه موجود الكترونيا بس مش موجود في بلاد كتير. مش موجود في بلاد كتير، في دول كتيره جدا في الرانك ممكن يكونوا في الخليج، في دول كتيره جدا مش عاملاه، مش كل دول الخليج عاملينه، في اوروبا ناس مش عاملينه. مش يعني احنا عملنا حاجات، احنا مركزين في الموضوع، سبقنا في حاجات، احنا سبقنا في حاجات كتيره جدا. طبعا اكيد الدوله واخده بالها من الموضوع ده وبتحاول تساعد. انت مش متخيل انت مفرحني قد ايه. انا عايز اقول لك حاجه حقيقيه بجد، مش مجامله ولا اي حاجه. احنا الفتره الاخيره طلعنا بشكل كبير، او البومنج اللي بيحصل عندنا ده لان الدوله بتحاول تركز في ان كل البنوك المصريه والبنك المركزي يكلم البنوك، اعملوا كامبينز. في على فكره كل البنوك المصريه بالمناسبه بتعمل خصومات وكاش باك للي بيستخدم الديجيتال، اللي بيستخدم الكارت مدفوعات بيدفع اونلاين بياخد كاش باك عشان بتشجع الناس انها تستخدم ده في مصلحتنا خلاص الغير ورقيه اللي ما فيهاش فلوس. بالظبط، انت بتحاول ان هي تبقى العمليه خلاص نستخدم كل حاجه بالكروت باللينكس، يجي لك لينك تدفع بيه. فبالتالي ده في مصلحتنا الحكومه. كارت ميزه اللي عملته بتاع ده الكارت الوطني بتاع الدوله ده واحد من الحاجات اللي هي بتكامبين عليه وبتصرف عليه. فبالتالي بتعلم الناس انت ازاي تقدر تستخدم الكارت، ازاي تشجع الناس على تشجع الناس. فده طيب. عمل بومنج كبير جدا. ده اللي انت بتقوله عظمه كمان. وانا لاني مبسوطه قوي بيحصل في بلدنا، بس كمان احنا هنا في شغل عالي اكتشفنا انه في ناس كمان بتشتغل في اماكن
بهدوء جدا وما بنعرفش غير لما المشروع يخرج للنور زي ما حصل معاك وكده. عايز ارجع لسؤال او لجمله مهمه انت قلتها لنا كده باشمهندس محمود، انه صناعه العقارات هي تجاره ولا صناعه؟ الاصل فيها هي صناعه، الاصل فعلا؟ فيها المفروض انها تكون صناعه، لان احنا واحده من مصادر الدخل القومي المصريه هي صناعه العقارات. ويمكن يعني العقار ثروه طبعا، يعني ثروة اداره ثروه يعني. طبعا، فان في ناس بتحولها لتجاره، ده عشان كده احنا موجودين، عشان خاطر انا عشان كده عايز اسالك بقى، احنا موجودين وغيرنا هيطلع، ونتمنى ناس كتير جدا تطلع عشان تلغي فكره ان كلمه تجاره، عشان ما نبقاش محتاجين ان حد يبقى يضحك علينا واحنا بنشتري، ان حد واحنا بنأجر. هو ده سؤالي، انا سؤالي تحديدا ازاي ممكن التكنولوجيا تغير من عيوب سوق العقار في مصر؟ احنا عندنا مشاكل، عندنا مشاكل ليها دعوه بانه ممكن المواطن يدفع كل مدفوعاته لكن ما يستلمش وحدته، وممكن يبقى في مثلا لا قدر الله حد يبقى بياخد من حد مقدم ويختفي لو الناس بيتعاملوا مع بعض مش مع شركه. في عيوب ومشاكل كثيره جدا في سوق العقار، ممكن التكنولوجيا تحل من المشاكل دي بشكل كبير جدا؟ هتحل، وهتحل كتير قوي. مفيش حاجه هتوصل 100% الا مع الوقت، لكن هتحل. لان انا النهارده ببساطه شديده جدا اقدر اقيم الوحده اللي انا بشتريها من خلال المواقع الالكترونيه، اعرف السعر ده حقيقي ولا لا. المواقع دلوقتي الويب سايت بيبقى عليها مقارنات اقارن ما بين الوحده والوحده، بشركات الريفيو اللي بيحصل على الناس. انا النهارده وانا بشتري من اي مكان لازم اشوف الريفيو بتاع الناس، ولازم اتعلم اشوف الكومنت واشوف الناس بتقول ايه. انا هنا بحاول ان انا احسن الصناعه، واحنا ماشيين وان باي وان، يعني خطوه خطوه. احنا كل ما ده الموضوع رايح في تقدم رهيب جدا، هيوصلنا لمرحله ان احنا نعمل كل حاجه اونلاين. خلاص احنا بره واحنا بنشتري شقه، بشتري الشقه في نفس الوقت وانا واقف، بحول الساق الملكيه او الطابو اللي هو سند الملكيه، يعني بستلمه وانا واقف في دقيقه، باخد البائع والمشتري بنروح نقف نحاول نتشقى وخلاص. هنا مش موجود، بس الدوله دلوقتي يعني بالمناسبه تعمل قاعده بنات عشان يبقى في رقم موحد لكل واحده عقاريه في مصر، فبالتالي الدوله ماشيه في خطى جميله جدا عشان نعرف نصدر عقارات. وكلمه تصدير عقارات هنا كلمه مهمه جدا طبعا. احنا بنصدر عقارات للاجانب مش للوافدين اللي عايشين بره او للمصريين اللي عايشين في دول الخليج. انا كنت عايش في الخليج، بقول لك احنا كنا الفتره اللي فاتت مش موجودين، كانت كل الدول بتروح تبيع في الخليج عشان تصدر عقاراتها، احنا كنا بنبيع للمصريين وده مش صح. بالمناسبه تصدير العقار لانه مصطلح جديد محتاجين نشرحه للناس، اكيد مش هنصدر عقار، لكن احنا هنستورد استثمار، يعني بالزبط. هنجيب راس مال من بره يشتري في مصر. بالظبط، التصدير العقار ده مصطلح المفروض فيه ان احنا كدوله بنطلع نبيع عقاراتنا للمستثمرين الاجانب في الدول المختلفه، واهمهم طبعا الخليج لانهم اقرب ثقافه لينا وعرب زينا. ومع ده دلوقتي كمان كندا وامريكا بيهتموا يجيبوا بيوت في مصر، معظم العالم بيهتم بالدوله المصريه دلوقتي وبالتطور اللي احنا فيه. احنا متشافين جدا بره، انا بسافر بره كتير وعارف احنا متشافين كويس قوي الحمد لله رب العالمين، ومتشافين احنا فوق. فبالتالي حته التصدير احنا محتاجين بقى الناس تيجي، فالناس عشان تيجي محتاجه احنا يبقى عندنا الانفراستراكشر البنيه التحتيه المظبوطه لفكره التملك العقاري. فكرة التملك العقاري دي احنا دلوقتي شغالين عليها، فبالتالي بقى في امان وسيف للمستثمر اللي بيخش يشتري الشقه بكل سهوله ويقدر يبيعها بكل سهوله ما يضحكش عليه. فلازم يبقى في عندنا داتابيز، وده الدوله ماشيه فيه وان شاء الله. ولما حضرتك قلت ويقدر يديرها كمان من مكانه، دي حاجه مش محتاج بقى يجي، خلاص هو كل حاجه عملها فبالتالي اشتراها، فبعد ما اشتراها هو حد يقدر يحصل له ويعمل له ويحول له ويحول له في بنكه، كل حاجه تمام. احنا كمان يعني بندور على حاجه نعملها لها علاقه بالديجيتال لكي، ان احنا ازاي نقدر نتحكم في فتح وقفل الشقه. يعني الناس اللي بتاجر في شاليهات في الساحل، فهو خلاص مش محتاج يروح عشان خاطر يفتح لي الشقه ويقفل لي الشقه لو هياجرها لحد تاني. بالظبط، فنقدر نعمل الديجيتال لكي وبنركبه ويقدر ان هو لا كارت ذكي يفتح الشقه وانا يفتح ويقفل الشقه، فبالتالي هو من على الابلكيشن هيقدر يعمل ده. فاهمني ازاي؟ بحيث ان الناس لو حب المستاجر بتاعه خلاص تمام، عجبه الشقه، دفع الفلوس، دفع، خلي بالك حكايه انه دفع دي قبل ما يستلم، دي بتوفر على المالك كتير جدا ان هو قدر يضمن ان هو اجر واثبات ان انا دفعت او لا. طبعا بيبقى في انفويس، الانفويسنج عندنا في انفويسنج سيستم، فانت بالتالي جوه السيستم اصلا نظام فواتير. بالظبط، بياخد فاتورته، فبالتالي ده جارانتي لي، والمالك كمان او الراجل صاحب العقار بيروح له نفس الصوره لنفس الفاتوره اللي دفعت، ففي هيستوري فيقدر يتراك الكلام ده. بالمناسبه لو ما دفعش يبعت له ريمايندر بزرار، يبعت لو عنده كذا، لو عندي 1000 عميل، لو انا شركه افكره يلا انت لسه ما دفعتش. موجود في السيستم حاليا؟ موجود حاليا. ولا دي احلامكم للتطوير؟ لا 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 موجود، موجود. لا انا لازم اجرب. موجود، مش ينفع كده، احنا فايتنا كتير قوي يا جماعه. طيب سؤال اخير، احلامكم ايه لابلكيشن مهمه زي ده للسوق العقاري ورقمنه السوق العقاري؟
لا احنا احلامنا في الموضوع بصراحه، مش عايز اقول كلام كبير عشان ما افتكرش اقول كلام كبير، بس احلامنا ملهاش نهايه الحته دي. لا انت كل اللي بتقوله كلام كبير على فكره. لا انا بجد احنا احلامنا كبيره جدا في الحته دي. احنا محتاجين ان احنا نوصل لمرحله ان كل حاجه ايفن بما فيهم الراجل القانوني اللي بيفالويت حتى المقيم العقاري، المقيم العقاري بقى اونلاين، يبقى كل حاجه اتعملت. وده اللي بيحصل بره في اسماء كبيره جدا بره، احنا بنحلم او بنطمح ان احنا نكون حاجه زي الموجودين بره. الناس تبقى جوه العقار نفسه يكلموا بعض من خلال الابلكيشن، فبالتالي حاجه زي ما بير تو بير، بيرسون تو بيرسون. فانا جاري اللي ساكن معايا في نفس الابلكيشن، فاحنا ممكن يبقى في سوشيال اكتيفيتي تحصل، ننظم حاجات جوه موضوع يعني الموضوع. احنا بنحاول احنا هي الحقيقه شبه الميتا الميتا لايف كده. احنا ما احنا عاجلا او اجلا رايحين لجزء معين، احنا لازم نحاول ناخد الجزء الجيد في الموضوع ونساعد الناس ان هي كمان خبيك تايم سيفنج. احنا بنحاول نحافظ على الوقت، انا بعمل وقت كل حاجه كتير، فبالتالي بوفر وقتي ووقت الناس and so on. انا بشكرك، انا بشكرك يعني انا كنت متخيله ان احنا النهارده جايين نتكلم عن موقع لطيف جدا لتاجير وشراء وبيع. الموضوع طلع كبير الحمد لله، والشغل عالي، شغل عالي، نورتنا. شغل عالي، شكرا ليك، شكرا مرسي جدا مهندس سابونجي، نورتنا. شكرا ليك، وكل التوفيق، وحسستنا انه مصر بخير بناس حلوين فيها كتير. الله يخليك، شكرا ليك، وبنشكر البرنامج. شكرا شكرا ليك، شكرا. كنا معاكم بكلام واقعي وعلى الأرض جدا، وبطلنا نتكلم كلام مثالي من الناس، وفي وسط الناس شفنا ناس حقيقي بتعمل شغل عالي.